بالتأكيد هناك تفاهم مشترك، هناك توافق سياسي بين البلدين، هناك علاقة ثنائية متميزة بين بلدينا الصديقين، وهناك حرص متبادل على مزيد من تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. السيدات والسادة، تأتي هذه الزيارة بالتأكيد لتعكس كما ذكرت العلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين، وفي إطار التشاور المستمر على مستوى قيادتي البلدين. بالتأكيد هذه الزيارات المتبادلة تعطي زخما للعلاقة الثنائية بين بلدينا، وفرصة للتبادل الرؤى والتشاور حول كيفية مزيد من تطوير هذه العلاقات، وأيضا التشاور حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين. بالتأكيد كان هناك كما ذكرت زيارات متبادلة على أعلى مستوى، كان في مقدمتها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر 21، ثم زيارة السيد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى مصر في فبراير 2023، وهي الزيارة التي أسهمت في ترفيع العلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتي نتطلع إلى المزيد من تطويرها في كافة المجالات. وبهذه المناسبة أتوجه بخالص التهنئة من خلال صديقي الوزير سيارتو إلى دولة المجر التي تتولى منذ الأول من يوليو الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام، ونؤكد دعم مصر للمجر خلال فترة الرئاسة الدورية، كما نتوقع من المجر دائما، وهو ما نتوقعه دائما، مزيد من الدعم للمواقف المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. السيدات والسادة، أكدنا في لقائنا اليوم على التزام بلدينا بالعمل على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية. هناك علاقة تتطور بشكل دائم في مختلف المجالات، وهناك إرادة سياسية من فخامة الرئيس ومن رئيس الوزراء المجري بالعمل على مزيد من تطوير هذه العلاقات. هناك أيضا تعاون، السيد وزير الخارجية يتولى أيضا حقيبة التجارة في المجر، وبالتالي هو يتولى مسؤولية دفع العلاقة بين البلدين، ليس فقط في المجالات السياسية ولكن أيضا في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية. هناك تعاون كما تعلمون وثيقا للغاية في قطاع النقل وفي تحديث قطاع السكك الحديدية في مصر. لا ننسى المشروع الكبير الخاص بتوريد أكثر من 1350 عربة قطار، وهو الصفقة الأكبر من نوعها في تاريخ هيئة سكك حديد مصر. وبالتأكيد هناك عملية التسليم تتم بوتيرة إيجابية وبوتيرة جيدة للغاية. تم توريد أكثر من 970 عربة قطار، والمتبقي يتم توريده وفقا للجدول الزمني. وهناك لقاء لمعالي الوزير مع معالي الفريق نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، لأن هناك شق أيضا يتعلق بتصنيع عدد كبير من عربات القطار هنا في مصر في إطار نقل التكنولوجيا وفي إطار سياسة الدولة المصرية بالعمل على توطين الصناعة داخل مصر. تحدثنا أيضا عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومزيد من تطوير هذه العلاقات. تحدثنا أيضا وهناك لقاء لمعالي الوزير مع معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيتم تنظيم
الدورة لمجلس رجال الأعمال. هناك وفد من رجال الأعمال المجري يرافق السيد الوزير بيتر سياترو، ونحن حريصين على مزيد من تفعيل العلاقة التعاون بين القطاعين الخاص المصري والمجري لمزيد من دفع الاستثمارات المجرية في مصر هنا ومزيد من تطوير هذه العلاقات. هناك علاقات تعاون قوية في المجال الزراعي وفي المجال المائي، هناك تكنولوجيا مجرية متقدمة في مجال إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام الموارد المائية، وسيكون هناك إعلان عن مشروعات للتعاون في هذا القطاع قريبا بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية المصرية. هناك أيضا التعاون في مجال التبادل الطلابي، ونحن نشكر المجر على المنح الدراسية التي تقدم للطلبة المصريين والتي وصلت الآن بعد زيادتها إلى 200 منحة دراسية، ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم قريبا إن شاء الله. أيضا تحدثنا عن التعاون في مجال السياحة وقطاع السياحة، ويعني نحن سعداء دائما ونرحب دائما بالسائح المجري ضيفا عزيزا على مصر، ونجحنا في الفترة الأخيرة إلى الوصول إلى معدل التدفق السياحي من المجر إلى مصر للمعدل الذي كان قائما قبل جائحة الكورونا، وهذا أمر مبشر ولكن نريد المزيد. تحدثنا اليوم عن زيادة رحلات الطيران المباشرة من المجر إلى المطارات المصرية، بما فيها مطار سفينكس، بما فيها مطار شرم الشيخ، بما فيها مطار الأقصر، وأيضا هناك استعداد لدى شركة مصر للطيران لزيادة رحلاتها بما يتجاوب مع الطلب العالي من الجانب السائح المجري للاستمتاع بالمقصد السياحي المصري المتميز. تحدثنا أيضا عن العديد من الملفات الثنائية في مجالات بناء القدرات وفي مجال التعاون الثلاثي الموجه للقارة الإفريقية. هناك مشروع طموح للتعاون في إفريقيا، والنموذج الأول سيكون في غانا في القطاع الطبي، وهناك أيضا قطاع الأدوية والتصنيع المشترك للدواء، لأن هناك سوقا إفريقيا كبيرا، ومصر لديها ميزة تنافسية كبيرة في صناعة الدواء، وأيضا هناك تميز في صناعة الدواء المجرية، ومن ثم التعاون المشترك في هذا القطاع أمر يحقق مصلحة مصر ومصلحة المجر بطبيعة الحال. تحدثنا عن التعاون في مجالات الاستثمار ومضاعفة الاستثمارات المجرية في مختلف القطاعات، وكما ذكرت هناك انعقاد لمنتدى الأعمال المصري المجري اليوم لبحث مزيد من تطوير العلاقات. هناك التعاون أيضا في قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره. ومرة أخرى نعرب عن تمنياتنا بالنجاح والتقدير لمنتدى الأعمال المصري البلجيكي الذي سيعقد اليوم. كما ذكرت برنامج توريد عربات القطار السكك الحديدية يمضي قدما وبوتيرة متسارعة، وكما تعلمون وقعنا منذ قليل بوجود معالي وزير الكهرباء والطاقة المصري على اتفاق على مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية. لدينا مفاعلات الأربعة في منطقة الضبعة، وهناك أيضا محطة باكش
اثنين المجرية، والمحطتان تستخدمان ذات التكنولوجيا في توليد الكهرباء من الطاقة النووية. والسيد معالي وزير الكهرباء والطاقة المصري تناقش أيضا مع الوزير بيتر سيارتو حول مزيد من التفاعل في مجال التعاون في مجال الطاقة بشكل عام، سواء كانت الطاقة الجديدة والمتجددة أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر، فضلا عن توليد الطاقة بطبيعة الحال والكهرباء من المفاعلات النووية. ويعني بعد أن أتحدث وتحدث الوزير المجري، سأطلب تكرم معالي الوزير ليتحدث عن هذا التعاون في هذا القطاع. أخيرا وليس أخيرا، تناولنا العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين. بطبيعة الحال الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية كانت على رأس هذه الملفات التي تم تناولها، وتم التأكيد على الأولوية القصوى لوقف الفوري للعدوان ولإطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة، وهو ما أكده الجانب المصري، سرعة التوصل إلى صفقة لتقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وأيضا تضمن النفاذ الكامل وغير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالينا في قطاع غزة. تحدثت أيضا من جانبي عن أنه لا سلام عادل ودائم في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع على أساس المرجعيات الدولية وإقامة الدولة. نحن لا نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين فقط، ولكن نتحدث لأن هناك دولة قائمة بالفعل هي دولة إسرائيل. ما نريد ونركز عليه من جانبنا ونتحدث عنه هو تنفيذ حل الدولة الفلسطينية وإقامتها في أسرع وقت ممكن على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تحدثنا بطبيعة الحال عن العديد من الأزمات المتفجرة والتي تحيط بمصر من كافة الاتجاهات الجغرافية والاستراتيجية. تحدثنا عن الاتجاه الغربي، عن الأزمة الليبية والأهمية التوصل إلى اتفاق يقضي بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وبما يحفظ لليبيا وحدتها، وأن تكون هناك ملكية ليبية للتسوية بعيدا عن أي تدخلات خارجية، لأن الدور الخارجي للأسف الشديد يتسم بالسلبية إن كان في هذه الأزمات. وبالتالي لابد من التحرك الفوري لعقد الانتخابات والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية والعمل على توحيدها بأسرع وقت ممكن. تحدثنا أيضا عن الأزمة المتفجرة في السودان والأعباء الهائلة التي تتحملها الدولة المصرية في استيعاب مئات الآلاف بل الملايين من أشقائنا سواء من السودان أو من سوريا أو من ليبيا أو من مختلف أو من اليمن أو من الأشقاء الفلسطينيين. وتحدثنا أيضا عن أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، يحفظ للسودانيين أرواحهم ويحفظ الدم السوداني بطبيعة الحال. وتحدثنا عن أهمية نفاذ المساعدات إلى داخل السودان والوقف الفوري لتدفق أي أسلحة إلى داخل السودان، كما تحدثنا عن الوضع في منطقة القرن الإفريقي، وشددت على وحدة الأراضي الصومالية والرفض الكامل لأي سياسات أحادية تنال من وحدة الصومال. تحدثنا عن الأمن المائي المصري وأنه لا تفريط في قطرة مياه إلى مصر، لأن ما يرد إلى مصر سنويا من مياه النيل التي نعتمد عليها كليا لا تكفي حتى 60% من احتياجاتنا السنوية
وبالتالي تقوم مصر بإعادة تدوير المياه أكثر من مرة حتى نسد الفجوة الحالية، وبالتالي لا مجال عن التنازل عن قطرة مياه واحدة، لأنها حتى بالمعدلات الراهنة لا تكفي احتياجاتنا. تحدثت عن أنه هناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد بطبيعة الحال. أخيرا وليس أخيرا، تحدثنا عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وهناك تقدير مجري وتقدير أوروبي كامل للدور العظيم الذي تطلع به مصر فيما يتعلق باستضافة أكثر من 10 مليون ضيف على الأراضي المصرية، رغم كل الأعباء التي نتحملها ورغم كل التحديات الاقتصادية التي نحن لسنا مسؤولين عنها، وإنما نتيجة لظروف دولية غير مواتية. وأكدت لمعالي الوزير على أن هناك ضرورة وأولوية لقيام الجانب الأوروبي بمسؤولياته من خلال توفير أقصى درجات وأقصى مستويات الدعم الاقتصادي والتنموي إلى مصر لمساعدتها في التعامل مع هذه الأوضاع الشديدة الصعوبة، وإلا لن نكون قادرين على التعامل مع هذه المسألة. وبالتالي من الأفضل على الجانب الأوروبي أن يضاعف دعمه ويوفر إمكانيات هائلة للتعامل مع هذه المشكلة، وأيضا نضاعف الاستثمارات الأوروبية إلى مصر حتى نستطيع التعامل مع هذه المشكلة ودعم ضيوفنا من مختلف الأشقاء المتواجدين على الأراضي المصرية. مرة أخرى أرحب بالضيف الكريم صديقي بيتر، وأطلب منه أن يتحدث إليكم. شكرا جزيلا.